مكافحة المخدرات، هذه المرة نركز على التوعية والتحسيس في كل مراحل التعاطي. أسعد باستضافة معي في بلاطو كل من السيد سليم بن دعاس، عضو بجمعية دليل للشباب المتطوع. مرحبا بك سيد سليم. شكرا على تلبيتها أيضا. ويحضر معنا أيضا حمزة رحماني ورئيس الجمعية الشبانية النسيم. مرحبا بك. أهلا أخوي أحمد، شكرا على الاستضافة الكريمة. شكرا على تلبية دعوتي. سليم بن دعاس في جمعية دليل للشباب المتطوع، هل كانت لديكم تجربة من قبل مع مختلف شرائح المجتمع الذين يتعاطون المخدرات؟ نعم، احنا كجمعية ولائية تنشط على مستوى الجزائر العاصمة، والاسم تاعنا ما اخترناهش يعني عبثا، هو اسم دليل لو جيد. احنا دليل للشباب يعني للشباب المتطوع. احنا واش نديرو؟ نديرو نشاطات ونستقطبوا يعني جميع الفئات. من بين الفئات اللي نحبوا نستقطبوها يعني الشباب، سواء المدمنين على المخدرات او اللي عندهم يعني فكره ولا قراب لهاد الناس اللي يحبوا يعني انهم يدخلوا في هذا المجال. حنا نسيو كيفاش نستقطبوهم من خلال النشاطات تاعنا، انهم يشاركوا معنا كاعضاء عاديين يعني ملء الفارغ. ما نخلوش الفارغ في حياتهم، ويعني نخرجوهم من هاد الافار ويدن ويدن. باي طريقه سليم اخراج هؤلاء الشباب؟ هي تحدثت على فئة الشباب، وأذكر أن من يتعاطى المخدرات ليس فقط فئة الشباب، وإنما ما دمتم أنتم شباب تتعاملون مع الشباب. بأي طريقة سليم؟ هي الفارغ تقدر نقول العامل الرئيسي ولا الأداة الأساسية لدخول الشاب لهذه الدائرة تاع إدمان المخدرات. حنا واش نديرو؟ نديرو نشاطات، نشاطات تاعنا سواء مساعدات إنسانية أو رحلات سياحية أو دورة تكوينية، نعرضوهم يجوا يشاركوا معنا. جينيرال النشاط تاعنا يعني يكونوا بين يوم أو ثلاث أيام يعني حسب طبيعة النشاط. لما يكونوا راهم معنا يحتكوا بناس مستوى وناس يعني يتبادلوا أفكار، يشوفوا باللي هذيك الطريق ما تديش. ناس واحد أخرين رياضيين يكونوا مشاركين معنا، يشوفوهم باللي يعني ما شاء الله صحة تاعهم فيها جيدة، يتأثروا بهم ويبداوا يدخلوا في الطريق يعني معنا إن شاء الله في الجمعية. جيد. حمزة سليم يتحدث على قضية مهمة جدا، وهي قضية الإدماج، يعني المعالجة بإدماج هؤلاء الشباب في هذه النشاطات التي تقوم بها الجمعيات. لكن كيف يكون أول اتصال مع هؤلاء الشباب، لأنه هم مرضى ومشكلتهم عويصة جدا؟ إذن ذلك أول اتصال مع هؤلاء الشباب بأي طريقة يجب أن يكون حتى أكسب هذا الشاب المتعاطي للمخدرات؟ حمزه شكرا اخي سي احمد على الاستضافه الكريمه هذه، والخلال ليك الحصه الظاهره. جمعيه الشباب نسيم توجه على المستوى ولايه العاصمه. احنا ماشيين ما بين الاهداف اللي تاسست عليها الجمعيه في الاعتماد تاعنا، هي المساهمه في محاربه هذه الافه الغريبه، افه الاجتماعيه على راس المخدرات. كيفاش نستقبلوا السؤال تاعك اخويا سي احمد؟ احنا خلال البرنامج السنويه مثال 2021، احنا ماشيين في دورة كروية باش نستقبلوا بها الشباب. ماشيين على اساس اللي احنا معظم الانشطة تاعنا نتوجهوا للمدارس التربوية على غير المتوسطات والثانويات ومراكز التكوين المهني. نستقبلوا الشباب باش هو واش يحب. كما تفضلت انت مسبقا قلت على اساس هذه الافة ما تهمش غير الشباب، هي الشباب والفتيات والناس حتى الكبار مبنيين بها، عفى الله المشاهدين الكرام. على اساس احنا ماشيين في برمجه عده انشطه، منها دوره كرويه، دوره تكوينيه، حتى خرجات سياحيه، منها نستهدفوا امرين على اساس الشاب نستقطبوه لنا. يمكن واحد المثال يقول لك الصاحب ساحب، نجيبوا شاب ممكن يكون مدمن مبلي بهذه الافه الخطيره، نصاحبوه بانسان يكون سوي وقامي قوي من الشخصيه تاعو، نصاحبوهم في هذه الخرجات وهذه هذه المرافق التكوينيه وما شابه ذلك. جيد. سليم، دائما من خلال تجربتكم مع هؤلاء الشباب في الماضي، كنا نقول أن واحد من أسباب تعاطي المخدرات هي الوضعية الاجتماعية اللي يتواجد فيها هؤلاء الشباب، لكن الآن أصبح التعاطي يمس كل المستويات الاجتماعية، يعني الوضعية الاجتماعية لم تصبح فقط هي سبب من أسباب تعاطي المخدرات. بالنسبة إليكم حتى نقوم بالتشخيص، ما هي أهم الأسباب التي تدفع شاب مهما كان مستواه الاجتماعي أنه يتوجه لتعاطي المخدرات؟ هي السبب الحقيقي أو من بين الأسباب اللي احنا لاحظناها، لما شاب يكون في فترة المراهقة ويشوف زملاء أولى حتى اللي أكبر منه يشوفهم يعني يديروا تصرفات هكا الإثارة والمغامرة، يعني ما من الأفلام يأثروا فيهم نوعا ما، لأنه الأفلام تاني فيهم
نوع من الحماس، نشوف انه زميله ولا صديقه انه يتعاطى هذاك هاد المخدرات ولا هذا النوع من المخدرات، يشوف التصرفات تاعو، الشغل تاعو عجبو هكا، فيها شويه لومبيونس، فيها شويه يعني الحس الشبابي هكا، يقول له يا نسيي يا شنو نديرو هادي، من داك يروحوا رحله كيف كيف، من داك يسافروا كيف كيف، من داك يديروا كاش نشاط كيف كيف، يدخل معه في هذه التجربه في هذه المغامره حتى يلقى روحه داه، يعني داته هذه التجربه، داته الى يعني عواقب وخيمه. جيد حمزه، انتم محتكين بالشباب، تحدثت لي على التلاميذ مؤسسات التربوية وأيضا الذين ليس لديهم مستوى دراسي، هل طريقة التخاطب هي نفسها حمزة؟ لا أخوي سيد أحمد، احنا نعرفه بلا أساس الإدمان مش مختصر على فرقة الناس المراهقين، مش مختصر على أساس بين قوسين الناس الفقراء وزوالة، هو يمس كاع شرائح المجتمع الجزائري، بالمرفه بالغني بالفقير بالشاب بالكهل بالشيخ. على أساس احنا اللي ماشيين في البرمجة تاعنا مع ناس أخصائيين، الناس المساهمين وناس اللي عندنا شراكة معهم الأساسية هم المصالح الرئيسية، ما بينهم الأمن الوطني في متمثل في خليط الإصغاء، خليط الاحداث اللي الدرك الوطني متواجده في بوزريعه وشراقه، متمثلين على اساس ما عندنا شركاء من الائمه واخصائيين الجانب الديني في الناحيه هذه، وعندنا كذلك اخصائيين نفسانيين، كل شريحه نطرق لها في خلال البرنامج السنوي المتواجد لجمعيه النسيم. الا ويصاحبنا واحد من هذوما اللي ذكرتهم سالفا، ولا يصاحبونا كامل. مثال انا كي نروح ندير دوره كرويه ولا ما يمكنش نجيب معايا الشرطه وخليه الاحداث تاع الوطني، نشارك معايا امام، نشارك معايا اخصائي نفساني. كي نروح مثال المتوسطه ولا على الاقل كاين اللي يفهم الجانب الزاويه تاع الدين، كاين يفهم الجانب الردعي، كاين اللي يفهم الجانب كلتا الجانب الردعي والديني في نفس الوقت. ما يخفناش احنا كجزائريين هذه الظاهره، هي ظاهره حديثه، هي ظاهره غريبه على المجتمع الجزائري، الديل تاعنا يرفضها والاعراف الجزائريه ترفضها باشد الرفض. جيد سليم، حمزه تحدث على قضيه وهي الوازع الديني، هل تعتقد انه الخطاب الديني الموجود الان، طريقه خطاب الامام وحتى المؤسسات الدينيه، هل تؤثر في هؤلاء الشباب سليم؟ هي نتكلموا ربما الدين يؤثر مباشرة في الشباب، كيفاش تعرف؟ مثلا في رمضان ولا في المناسبات الدينية، الشباب ولا حتى تجار المخدرات هما وحدهم يروحوا صفوف، يعني يروحوا الجامع يصلوا مع الناس عادي، ومن بعد كي يخلص رمضان يعودوا حياتهم الطبيعية عادي. يعني لو كانت يعني بالك دور المسجد يعني نقص شوية، لو كان تكثيف يعني الإمام ولا لجنة المسجد في الحي كل خطا يديروا زيارة لهاد الناس هذوما، التوعية ولا نصائح، كل خطره يجيبوا واحد، كل خطره يجيبوا واحد يشاركهم في النشاطات تاع المسجد، لان المسجد هذا كان يديروا نشاطات، يجيبوهم نقدروا نقصهم هذه الآفة. سليم نبقى معك، مازال يوجد العديد من الشباب خاصة يتحججون بتعاطي المخدرات، يتحججون لا يوجد عمل، لا يوجد سكن، عندي 35 سنة مش مزوج، هل تعتقد أن هذه الأسباب ما زالت يعني اسباب قويه من اجل تعاطي المخدرات بالنسبه للشباب؟ هي ما عندهاش علاقه الفقر او الغنى مباشره بتعاطي المخدرات، لانه علاش؟ كيفاش؟ لما تدخل الدوق القطره الاولى تستبنها، كي تستبنها صعيب انك تخرج منها، من بعد تلقى تولي تبحث على اعذار، تبحث على يعني حلول، يعني الاعذار هذو تقدمهم لنفسك وللناس، كيفاش زعما راك داخل؟ هي ما فيها، ما عندهاش علاقه بين هذه وهذه، هي فقط تدخل المستنقع صعيب باش تخرج منه. سيد سليم، في التحسيس والتوعية، ألا ترى أن اليوم يجب أن نحين طريقة الخطاب مع هؤلاء الشباب؟ لماذا لا نستعمل مؤثري الرأي الإنفلونسر مثلا لينشطوا في مواقع التواصل الاجتماعي من أجل التسويق لأمور تجارية؟ ألا يمكن أن تكون مثلا لكم أنتم كجمعية شراكة أو اتفاقية أو عقد مع مثلا هؤلاء المؤثرين من أجل تمرير هذه الرسائل التي ربما تصب في ضد مكافحة المخدرات؟ هي احنا الشعار تاعنا في الجمعية بخصوص مكافحة المخدرات مع الشباب، أو تحسيس من مخاطر المخدرات مع الشباب، سي لي جان كي بارلون جان، الشباب تتكلم مع الشباب. هي لما تدير له محاضرة ولا تدير له انيكرون
ولا فيديو سير يوتيوب ولا فيسبوك يشوفه ويقدر يأثر فيها هذيك الدقيقة. بصح لما تكون عندك علاقة مباشرة معه تجيبه ديركتو مع شاك فوا دير معه نشاطات بكل خطرة يشوف بلي هذا العالم اللي راهو فيه غير العالم اللي يكزيستي حقيقة، فيه ناس إطارات، فيه ناس راهي يعني تقدم في خير من المجال اللي راهو فيه، يعني هيبدا ينقص بتيطابتيت شويه بشويه، يبدا ينسى ما محتوى يقول لك حاب نعالج، كاين مركز معالجه الادمان توجهوا المهم العائله تاعو تعاونهم ثاني تشوف كيفاش توقف معهم باش توجههم كيفاش. سليمه كانك تنقص من دور مواقع التواصل الاجتماعي دورها الايجابي. لا موقع التواصل الاجتماعي ضروري ومهم، ولكن حبيت نقول لك الكونتاكت ديريكت اهم. هي مواقع التواصل الاجتماعي صحيح انه الشاب لما يدخل يكون هاي كونسومي ولا راه سير بلاصه ويكونسومي باش يشوف فيديو تاع انسان مثلا سبيطار رياضي ولا يكون معروف يكون يكون في سبيطار ولا يكون مثلا في السجن ولا يكون الحاله تاعو كيفاش كان خدامه بالدراهم بعد ولا فقير ولا تسمى. طبعا الفيديو هياثر فيه، ولا كان كاش واحد كاش انسان شخصيه مشهوره ولا كاش رياضي ولا هياثر في الشاب. يعني حبيت نقول ثاني الكونتاكت ديريكت ثاني عنده دور اهم ومهم. نشكر موصولي سليم بن دعاز ايضا عضو جمعيه دليل الشباب المتطوع، شكرا لكما وموفقاني في المهمه الموكله اليكم.